السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. طب في المقطع هذا هشرح لكم كيف نقدر نتحصل على البتاس مجانا. يقول لك اكمل بطاقة صائدة الأشباح أريانا جراندي المطقوبة. عشان نقدر نتحصل على البتاس هذا لازم نسوي تحديات أريانا جراندي اللي اليوم نزلت الجديدة. طيب يقول لك تحدث إلى أريانا جراندي واكمل سلسلة مهام صائدة الأشباح. أول شيء نحدد موقع على الخريطة عشان إيش نروح نفتح منها المهمات عشان نقدر نتحصل على البيكاس. هذه هي موقعينا، شايفين فين؟ طيب بعد ما حددنا موقع الشخصية على الخريطة الآن نتكلم معاه عشان تحصل على التحديات. هذه هي مع السنايبر السريع والسكار، وهذه هي المهمات. الآن نفك المهمات. طيب بعد ما فكينا التحديات من شخصية أريانا جراندي أدتنا 5 تحديات 5 مراحل نفس كل شخصية. طيب التحدي الأول يقول لك اجمع اسطوانة وضعها في مشغل أقراص. أول ما تحط على التحدي يبين لك المواقع اللي تروح تسوي فيها هذه المهمة، تمام؟ طيب اجمع اسطوانة وضعها في مشغل الأقراص، مكتوب 2، يعني أول شيء تجمع هذه، شوف تلاقيها زي كده عليها على نور أزرق، أول شيء تجمعها، هذه 1. يقول لك بعدين ضعها فين؟ في مشغل الأقراص. في مشغل الأقراص هذا، شايفينه؟ تلاقوه جنب بعض على طول كده، شوف. طب في التحدي الثاني أو المرحلة الثانية اللي هو التحدي الأخضر يقول لك ادرس آثار أقدام الحارس. أول ما تحط على التحدي يبين لك مواقع كثيرة، أوكي؟ كل اللي عليك بس أشر مكان، يعني زي كذا أشر المكان وروح المكان اللي أنت أشرت عليه هتلاقي الآثار هذه، تمام؟ هو مطلوب منك موقعين، الموقع اللي تاخده ما عاد يبين معك، أول موقع كان هنا أنا أخذته في شاطئ المصدقين، دحين جيت في شجيرة هولي، كل اللي عليك بس إنك إيش؟ شوف يتسوى معك التحدي على طول. طب في التحدي الثالث أو المرحلة الثالثة اللي هو التحدي الأزرق أو النادر، يقول لك اجمع الرموز من وحوش المكعبات المصفاة. وحوش المكعبات هم قصدهم هذه، اول ما تقتلهم ترى تطلع منهم زي الاحجار، شايفينها؟ هذه هي، بس جمعها على طول لانها تروح على طول تختفي. المطلوب منك 5، انا جمعت 3، باقي لي 2، هذه 1، دحين اوريكم. استني اوكي. التحدي الرابع او المرحله الرابعه اللي هو التحدي الملحمي، يقول لك اكشف عن رمز القياده. اول ما تحط على التحدي يبين لك المواقع فين، عشان تعرفوا اي موقع زي كذا عشان تحددوه فين حط زي كذا، حط عليه علامه بعدين فك الخريطه بعدين اشر عليه، هتحصله في نفس الموقع. شوفوا دحين في نفس الموقع اللي انا اشرته، تمام؟ طيب يقول لك في التحدي يقول لك اكشف رمز القياده، هذا هو. كيف تكشفه؟ شوف عندك ناس هنا بترقص، شايفينهم؟ هم 3، بس تسوي على كل واحد دحين هنا ارقص، وهذا الثاني لا نط، ايوه نط، هنا في تنط وهنا ترقص وفي هنا علامة فاس انك تضرب بالفاس، شوف زي كده، شايف؟ اهو شوفوا كيف؟ ظهر، خلصنا التحدي كده، فهمتوا كيف؟ هذا هو. طيب في التحدي الخامس او المرحله الخامسه اللي هو التحدي الاسطوري، يقول لك اطلق شعلات اشاره. اول ما تحط على التحدي يبين لك 5 مواقع، تمام؟ هذه 4 وفي واحده 5 انا سويتها، هي هنا في الحضارات الصخريه. كل اللي عليك بس تاشر موقعها هتحصل موقعها هنا، هذه هي شكلها، شايفينها؟ مطلوب منك 3 بس. الحين هذه الثانيه عندي، شوفوا باقي لي واحده. طيب عندكم هذا الموقع الثالث اللي هو هنا قريب من ايش؟ هذا طبعا ما حددت عليه، هو هنا، هذا هو. نسويه كده، خلصنا التحدي كده، خلصنا من تحديات أريانا جراندي، 5 تحديات 5 مراحل نفس كل شخصية. أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي،
ولا تنسى تفعيل زر الجرس، ولا تنسى استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسى تدعم المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.